قلت هاد الناس غادي نقدم لهم برنامج نتاع تطوير كرة القدم الأفريقية، وبالفعل في الغابون وأنا في الغابون تكلمت مع مجموعة من الرؤساء، من بينهم الرئيس الحالي السي أحمد، فاستجبوا للدعوة ودعيتهم للمغرب وجاءوا وناقشنا البرنامج نتاع تطوير كرة القدم، لأنني أعتقد بأن تطوير كرة القدم هو أهم وأحسن شيء يمكن ديره في كرة القدم. جعل كرة القدم والرياضة بصورة عامة مجال لإدماج الشباب، ثم بطبيعة الحال نمشيو في سياسة الانفتاح والتكامل مع بلدان القارة الأفريقية. من هنا إن شاء الله 11 غشت غادي يكون القرار الرسمي، لأنه هو آخر تاريخ لوضع الترشيحات، لوضع الملفات نتاع الرغبة في تنظيم كأس العالم، والمغرب بطبيعة الحال سيتخذ القرار المناسب مننا 11 غشت. بعيدا عن الإعلام الجزائري ومزايدات إعلامه، القرار اليوم نتاع الاتحاد الأفريقي هو أننا نمشيو لكأس أفريقيا ب 24 فريق ابتداء من 2019 بدفتر تحملات جديد وفق منظور جديد في شهر يونيو ويوليوز. لجنة الطوارئ داخل الاتحاد الأفريقي ستجتمع على هامش مباراة بي اس جي وموناكو في طنجة إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع. غادي تخرج هذا دفتر التحملات وغادي تكلف المكتب نتاع المراقبة أنه يشوف واش البلدان اللي تعينات واتخذات هذا الترشيح هذا التنظيم مؤهلة، يرجع التقرير نتاعو إلا كان مؤهلة غادي تبقى الكأس أفريقيا في بلدانها، إلا ما كانت شيء مؤهلة وفق هذا دفتر التحملات ستفتح باب الترشيحات. المغرب بكل إمكاناته سيكون جاهزا وطموحا لتنظيم كأس أفريقيا للأمم 2019 بالمغرب. وهناك أسرار تظهر لي بأنه السر نتاع أولا هاد النجاحات نتاع كرة القدم هي نجاحات نسبية، إن هاد النجاحات ولا هاد التطورات اللي عرفتها كرة القدم يجب ألا تخفي الاختلالات اللي مازالت كتعاني منها، ويجب ألا تخفي علينا الصعاب والمشاكل التي يجب تجاوزها. ولكن كلمة السر في كرة القدم كما باقي الميادين هو العمل، والعمل المتواصل وبإخلاص.